سكر بعشر. نقعد مع التألق التونسي, وهذا تألق زاد شرفنا ونورنا مسلسل بحث عن علا الجزء الثاني, هند صبري معها ظفر عبيدين وجاني ظل السعدي وبلطي في الحكاية. والله يعني مسلسل تونسي, تونس يعني راسها ترفع عالي. لا تحية ليهم أصحابنا يسير ظفر, هم تحية ليهم, ولكن ولكن الأحقاد ظهرت كبيرة برشا. لحظة نشوفوا اللقطة, شوفوا اللقطة الكرة والزين سيكشف تفاصيلها. النقطة قاعدة كحلة ظهر لي بينك انت وعركتك انت وظافر عاملين, يقول لي ليه حتى على المسلسل هذا ما زالت متواصلة حتى على حتى على هند, حتى على هند معناتها كلمتي في تليفون هي كنت راكد هنا لقيت تروز ابيان اون ابسونس, ما تستناش حتى نرجع لها مشات كلمة ظافر. كلمتك انت في البحث عن علا, كلمتني من الاول, بعد كلمة ظافر وكلمة نضال, معناها ثم برشا احقاد, ثم برشا غل, فهمت؟ وانا من المنبر هذا ما كنت نقول حتى مش نتفليكس, يعني في نتفليكس ضيعت فرصه كبيره, معناها ضيعت علاش النوم هذا الكل, معناها انت العدو وسر العدو. ولاحظت انه اداء ظافر وهند مش متماشي, كان مجعول لك انت الدور. شوف البروفيل ظافر ما نجمش يكون في الشارع هكا, ما نجمش يكون الدور نتاعو معناتها ما نجمش معناتها في الشارع هكا, حتى النضال كيف كيف النضال امبي بوغوس معناتها نجمش يكون متشارع وكذا. العداوة سر العداوة هذه الكبيرة وقاعدة ماشي تكبر بينك انت وظافر, الراي لازم لازمها صلح, لازم صلح. شنو ما حابش يحبش ارجع لاصلك كذا, ارجع لاخلاقك. علاش معناها الحقد هذا كله؟ انت ممثل تبارك الله عليك وربي يعطيك تبارك الله زين وتعطيك كذا, خلينا نخدموا معاك, خلينا ناكلوا معاك الخبز يا ظافر يرحم والديك. وهند نقول له حطها في مخك ثم حتى مشكل يعمل الله, ما كنت تجي لمسابقه الافلام في جيب استنى يعمل الله ثم حتى مشكل يعمل الله. شو تهديد هذا؟ اي تهديد مباشر وين سمعت انك لا لانه مش معقول راجل موهبته تسرع تلموا كل تلموا كل وعدهم شي طلعوا انا سمعت مع كل انه غضبته لدرجه انك يعني نحيت نتفليكس من الدار. نحيتها؟ لا نحيت, ما عادش تفرج فيه, ما عادش اسمع عمل الفات تعليميه او ما عادش ما عادش نتفليكس. مش قلت لك ما عادش ندخلوا للشهر في ضمانه؟ لا لا بالعكس بالعكس لا لا اهم. نحيت الفلول هند صبري, نحيت الفلول هند صبري في نص النهار. والله العظيم انا في المزيد عملت الفلول ما عنديش برشا باش نحيته في المباشر. يلا في المباشر وينو؟ لا لحظه 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 في اللايف في المباشر نحب اللحظه تمشي لهند صبري في اللايف. وين الكاميرا المباشر؟ بالحق مزيد عملت لها فلول توا. فوالا دونك وليد الزين فسر لي قبل ما تعمل جيست, انت كنت تتبع لهند صبري وهي تتبعك طبعا, قررت تتخلى عن متابعه هند صبري, وهذا لاكت باش يخسر هند صبري الملايين. شوف راح ورينا ودور لو في 3 ملايين سنه قبل ما تحي لهم دقيقه. انا نقول تبعث توا في اللايف مساج الهند صبري تقولها يعمل الله يا هند, وتبعث مساج لظافر تقول يعمل الله يا ظافر, وبعد ديزابونيهم خلي الناس تتفرج. انا جبت تبعث مساج تبعث مساج تبعث عامله بالبلوكي بالبلوكي ما جبتش. انا جبت شوف ما نجمش ابعث الا بتقبلني لازم تقبلني مساج تبعث الظافر في جيبها هكتب لي فونو بوفي با انفوي دو مساج سكوت طونك نو فو سوي با. لحظه حط الغي متابعتك لهند صبري, هند صبري خانه الفن, والغي متابعتك سويفر نو بلو سويفر يلا, والغي متابعتك الظافر. شوف ظافر تجي تبعث مساج, شوف تبعث مساج ظافر نجم تبعث له مساج ماكش عامل له ظافر ظافر ترى شوف تجي تبعث له مساج ابعث له تو مساج ابعث الظافر قول له انت غير جدير بزمالتي وغير مني. لحظه قول له انت ابعث له مانيش عامل ديجا سويفر مش عامل له ظافر قول له قل له ظافر انت غير جدير بزمالتي. لا بالعكس ظافر انا هكا مش جدير. قل له قل له قل له اخر تنبيه ابعث له مساج قل له اخر تنبيه فوكال ابعث له فوكال قل له ظافر هذا اخر تنبيه ليك بوان فينال. وين الفوكال؟ هات لي فوكال قل له من النجم وليد الزين. لحظه حتى هو تجيش تبعث له ابعث له قل له هذا اخر تنبيه ليك من نجم تونس وليد الزين ويعمل الله في الروتور. لا لا هذا اخر تنبيه يا ظفر ولا ومن انذر فقد ولا لا 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 خاطر تو ظافر انا صديقي ولكن ظافر ظافر هذا ثالث عمل تفكوا الوليد الزين فهمت يلا وفما ربي
يلا يلا انا بالحق نحب نقول حاجه على مسلسل رحله البحث عن ولي اللي قاعد يعمل في ارقام مشاهده كبيره برشا على نتفليكس, وفخوره الحقيقه ان كل مره نسمع فنان تونسي في نحط سيري في نتفليكس معناها حاجه عالميه كما بلتي, دونك حاجه ممتازه جدا وبرافو للثلاثي التونسي اللي ما يسر انت فخوره وفرحانه اليوم, تحيه لهم يعطيهم صحه. اميني بولعريس فما فيديو